مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من على المقهى. ما أكثر وأجمل حكايات الإنسان في بلدنا، حكايات الألم والفرح، التحدي والانتصار. تعالوا معنا نبحث عن هذا الإنسان، نتعرف عليه أكثر ونعرف منه أكثر. نحن معكم على الهواء مباشرة من على المقهى، نلتقي. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى من على المقهى. ما الذي يحدث في مصر وماذا يتابع رواد المقهى مما يحدث في مصر؟ أهلا بكم، مساء الخير. عرفوني بنفسكم. شيماء العرب. أهلا بيكي. محمد حسين. أهلا بحضرتك. عبد الرحمن أحمد. أهلا. محمد السعيد. أهلا بيكي. إيه اللي بيحصل يا ندي؟ تابعوا إيه؟ شيماء. التطورات الأخيرة بالنسبة لتحضير اليوم 30/6 بالنسبة لمشاركة المعارضة وخوف الحزب الحاكم الواضح جدا من قوة المظاهرة دي، وده طبعا واضح بالنسبة للمشاركات، باين جدا في آخر خطاب للرئيس، وباين كمان في التأمينات العامة اللي حصلت. ايه الحاجات اللي في خطاب الرئيس اللي كانت بتقول ان هو خايف من يوم 30 يونيو؟ القلق منه من قوة المعارضة. عموما الحديث كله كان عن خوفه من تمرد وخوفه من المظاهرات. ايوه، ايه الكلام من الحديث اللي كان بيقول ان هو خايف من تمرد؟ قلق الرئيس عموما. ايه؟ قلق الرئيس. انا فاهمه، ايه اللي في كلام الرئيس اللي خلاكي تعتقدي ان هو خايف من تمرد وقلقان من تمرد؟ هو ده سؤالي. ذكره كتير جدا لكلمه واحده او عده كلمات، وهو تأييد الناس ليه، ونفس الجمل المعتاده، وهي ان الناس كلها مؤيده الرئيس، او عموما استمراره في الحكم ما زال، وان المعارضه بالنسبه للرئيس ضعيفه جدا. انت شايفه ان المعارضه قويه؟ المعارضه قويه. القلق اللي حصل دلوقتي بالنسبه لوقوفهم من اليوم المعلون عنهم تبع حزب حركه التمرد عموما، وتحدثهم عن المظاهرات ديت، ده بيدل على خوفهم منهم، على ان المعارضه قويه مش ضعيفه. تمام، انت ايه رايك؟ طبعا بس حضرتك تعالي صوتك شويه. عايز اوضح ان هي كمان مش المعارضه اللي قايمه كمان بحمله التمرد، في ناس كتير من بره المعارضه، يمكن المعارضه بتساعد بدور بسيط. الحقيقه المعارضه مش هي اللي عامله التمرد. مش هي طبعا، ده شباب زينا زي اي حد، عاملين كل اللي عملته المعارضه ان هي بس دعمت يعني بعض الاحزاب ان هي فتحت ابوابها ان هي تستلم الورق، لكن اللي عمل الفكره اساسا شباب مصر عادي. انا واحد مش من المعارضه ونزلت وشاركت معاهم ومواضيع تمرد، وهنزل ان شاء الله يوم 30، وانا لا ما انتميش لاي حزب، وفي شباب كتير زينا كده. يعني ايه تاني بيحصل في مصر؟ بتتابعوا ايه تاني من اخبار؟ ناس خايفه على الاقتصاد، وناس خايفه على الارواح اللي ممكن تروح يوم 30/6، على ايدنا الاخوان نازلين عند الاتحاديه ونازلين في كل الاماكن، ان المعارضه وان الشعب المعارض قال هينزل فيه. بس لحد دلوقتي مفيش تاكيدات انه في حد بعض الاحزاب او من التيارات لما حازم صلاح ابو اسماعيل يطلع انها هتروح، لما حازم صلاح ابو اسماعيل يطلع مع يطلع تلفزيون ويقول لو الجيش نازل يتمرد على الدستور هنقاوم الجيش، يعني هيقاوم الجيش ازاي؟ هيمنع الجيش من ان هو ينزل ازاي يقول كده؟ دي حاجه. تاني حاجه، لما حزب الحريه والعداله يعني اللي هو نازل يوم 30/6 عند الاتحاديه في المكان اللي نازلين فيه الصغار، بس الاخوان ما قالوش لغايه دلوقتي. لا هو مش الاخوان، بعض الاحزاب الاسلاميه زي البناء والتنميه بتاع مهندس عاصم عبد الماجد، ان هم نازلين عايزين يعتصموا قبل الحمله قبل 30/6 بحوالي 5 ايام تقريبا. يعني ينزلوا يوم 25؟ ده يعني ده تفسيره ايه اللي هم يعني عايزين خصائص الارواح؟ 28 هينزلوا يوم الجمعه. احتلال الميادين يعني. ما هنا هيحصل صدام جامد، وهم يعني ان هي حمله تمرد. بس قالوا ان هم هينزلوا عند ربع العدويه، مش من حق اي حد ان هو ينزل يتظاهر. لا من اي حد، بس هم كده يعني زي ما انت بتقول ايه، بتحط النار جنب البنزين، لان في ناس محدده ميعاد من قبلهم يوم 30/6، دول نازلين على عشان كده، فانت كده هيحصل صدام. يعني مفيش ضبط نفس، والكلام ده احنا بنقول الكلام ده على التلفزيونات، لكن اي حد ممكن يندس ساعتها، وهنقعد نقول طرف ثالث وطرف رابع ثاني، لو حد جرى طوبه هتحصل مشاكل جامده، طوبه بس ممكن تولع الدنيا. استاذ محمد انت ساكت، ما برضه في اسباب حصلت كتير مؤديه للاحتقان
وهتؤدي لانفجار جامد، اللي هي المشاكل اللي بتحصل في الاقتصاد وازمه الوقود وازمه السد النهضه وازمه وزير الثقافه، طبعا جاي يشيل قيادات كبيره في وزاره الثقافه. حضرتك بتشيل حاجات ما تنفعش، انت دلوقتي عاوز تبني، عاوز الاول ابني وقف وصلح المباني الثقافه وشوف المشاكل اللي في الثقافه وبعد كده شيل شيل. ما هو من وجهه نظره هو بيشيل عشان يعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده. شيل بشكل تعسف اللي هو اول ما تيجي تشيل القيادات ده غلط. وبرده ازمه الوقود دي برده مؤثره في الشعب، الشعب كله قايم على الاقتصاد كله قايم على حركه السيارات والنقل والبضائع، اما تقف برده بتخلي طبقات من الشعب برده هيجي لها انفجار هتساعد، فهي دي اللي بتساعد حركه التمرد، بتلم ان هي تجمع اكبر عدد ممكن، ان هي ان الشعب كله مش لاقي قيادات ولا وزراء عارفين يحلوا المشاكل، فمخليها رئيس الجمهوريه مش عارف يتكلم فقلقان، ومخليها القيادات الاسلاميه قلقانه جدا. يعني القيادة الكبير في الاخوان حسن عبد المالك برضه بيتكلم ودخل قال لك اللي هينزل هنموته، والشباب نازله بالسلاح. انا ما سمعتوش قال كده، انا سمعت من ناس منه ان هو برضه بيقولوا فيهم تصريحات جامده. لما من وجهه نظركم الاخوان والتيارات الاسلاميه خايفه من المعارضه طبعا، طب ما المعارضه ما تنزل بقى في الانتخابات اللي جايه وتثبت نفسها بما ان هي كتيره وبالملايين زي ما حمله التمرد بتقول. الانتخابات اللي هي امتى؟ الانتخابات الجايه اللي المعارضه بتقول انها مش هتنزلها، تنزل بقى في الانتخابات لما حد يضمن ان مش هيبقى في تزوير في الانتخابات، وهم بيعرفوا يلموا كويس ناس في الانتخابات بطرق مش عايزين نقولها تحت شعار الاسلام. مش تمرد عرفت تلم ناس؟ مش تمرد بتقول انها عرفت تلم ناس؟ طب ما تلمهم قدام الصندوق وتبقى هي اللي بتعمل الحكومه اللي جايه. طب ما يحصل انتخابات رئاسيه مبكره ان شاء الله يحصل كده، بس مش هنستنى 4 سنين عشان البلد تقع اكتر. فانتوا مع انتخابات رئاسيه مبكره؟ طبعا. طب لو الانتخابات الرئاسيه المبكره جاءت ب اخوان؟ استحاله، مش هتيجي. كانت جت بالفلول قبل كده. مش هتيجي بالاخوان. هتجيب المعارضه يعني؟ تفتكر هتجيب المعارضه؟ المعارضه او حد عسكري. هتيجي بالاخوان ليه؟ اما الاخوان اصلا مش لاقيين ليهم خطه ماشيه بيها الدوله، مفيش خطه ماشيين بيها. والمعارضه عندها خطه؟ قاعد يقولوا في مشروع النهضه، مشروع النهضه، ما لقيناش حاجه من مشاريع النهضه. والمعارضه عندها خطه؟ المعارضه عندها خطه بس مش مدينها فرصه ان هي تتكلم، مش مدينها فرصه ان هي قياداتها تشارك معاهم. مش جايبين الاحزاب الاخرى ولا عاملين. طب كلنا فاكرين طبعا انه في الانتخابات الرئاسيه الاولانيه المعارضه ما اتفقتش على مرشح واحد، فهل تعتقد ان المعارضه هذه المره اذا في انتخابات رئاسيه مبكره او ما فيش في الانتخابات القادمه ان المعارضه تتفق على شخص واحد؟ والله هو مش شرط اساسا ان المعارضه بتكسب، لان المعارضه كمان يعني نسبه قبولها في الشارع قلت دلوقتي. ما فيش حد، المعارضه مش هي اللي بتمشي الشارع، ما فيش حد بيمشي الشارع دلوقتي. دلوقتي شباب اقسم بالله هو اللي ماشي. شباب يعني لو حضرتك شفتيه شباب زي الفل، يعني احنا الشباب ده حرام ان هو ما ياخدش فرصته. الشباب اللي شارك في الثوره، الشباب اللي من الناس اللي ماتت زيهم من ضمنهم، والناس اللي ماتت بعد حكم الاخوان، مفيش حق من اي حد. الناس دي عايزه تجيب حقوق الشهداء اولا، وعندهم فعلا عندهم خطط كويسه والله. حد بس عايزين حد يسمع لهم، حد يقعد مع الشباب دي. كل هم اهم الاخوان كلهم ما عندهمش حاجه ان هم يخونوا في مؤسسات الدوله. جيد بقى مش جيد، هو مفيش ان هم يبقى اخوان وخلاص. زي وزير الثقافه ده جاي ما اتكلمش معايا. وزير الثقافه مش اخوان على فكره، تبع احزاب سياسيه. هم بيرضوا طرف معين من الاحزاب السياسيه عشان يساندوهم في مرحله جايه. يعني هو نزل شاف الناس المعتصمه ما اتكلمش معاهم. الناس اللي راحت تخض الاعتصام ده اللي اتصابوا منهم راح اطمن عليهم وبس على راسهم، وهو ما اتكلمش اساسا مع الناس دي. الناس دي مثقفين برضه وليهم قيمه في البلد. بس ايه تاني بالتمويل يعني؟ والله اهم حاجه موضوع صد النهضه ده اللي لازم نتكلم فيه بجد. ده اللي لازم نتكلم فيه. مين اللي لازم نتكلم فيه بجد؟ احنا ولا الشعب؟ الشعب كله، مش احنا ولا الحكومه. لا احنا والشعب، لان احنا اللي هنتضرر مش الحكومه لوحدها. منين ده؟ احنا بنشرب منه وبنزرع منه. الحكومه دي جايه فتره وان شاء الله هتمشي، بس اللي بعد كده عشان يوقف صد زي ده هتبقى صعب عليه. عشان دلوقتي اللي ذات نفسه مش عارف يعمل حاجه، واقف يسقف لهم خلاص. والمعارضه اللي كانت مجتمعه مع رئيس عندها افكار تعتقد أفكار انها جميلة. افكار جميله. ده افكار عرضت الامن القومي المصري لمخاطر. ازاي انا قاعد بتكلم بتصورني وانا بتكلم في حاجات امن قومي بتمس الامن القومي وانت بتصورها؟ هي كانت مشكله في التصوير ولا كانت مشكله في الكلام اللي اتقال؟ مشكله في الكلام. الناس بتصور ولا مصور؟ ما هو برضو من شقين، انت بتتكلم برضو كلام بينفع للسياسه وفي كلام بينفع للامن القومي ما يتقال
هل انت تقييمك انه الكلام اللي اتقال ده ينفع في اي حاجه سواء سياسه او مش سياسه؟ لا طبعا، لا طبعا ما ينفعش. والله الاجتماع ده لوحده جدير ان هو يشيل مرسي. الاجتماع ده هو الوحيد اللي ما اتكلمش في الاجتماع ده. جدير ان هو يشيل مرسي. اللي طالع يقول نعمل اشاعات اللي احنا عندنا تيارات حربيه، الكلام ده ما ينفعش يزعل الهواء. ده لازم من قيمه مصر. هو حضرتك ما استفادش من الاجتماع ده غير طرفين، باسم يوسف وحمله تمرد بس. لا هو فعلا لو على الاجتماع فما كانش فيه ولا واحد من ضمن القاعدين مع احترامي للجميع قال حل عموما الناس كلها يعني تتشجع فيه او تحس ان هو ده ممكن حل ينفع. لا حد من جوه رئاسه او حد من المعارضه، يعني ما كانش فيه اي جمله ليها افاده. طيب عايزين نتكلم تاني على 30 يونيو. الداخليه حتى قالت انها الداخليه طلعت امبارح النقيب هشام صالح رئيس نادي ضباط الشرطه طلع قال احنا مش هنقف مع حد قدام حد، وده كلام صح. مش هنبقى كابس وكده، النظام تاني، احنا اتعلمنا من الدرس، مش عايزين نحاسب على فرقتين ناس تانية. فهو بيتكلم صح، يقول احنا هنقف هنعمل زي اللي حصل عند وزاره الثقافه امبارح. هل دي بروفا اللي حصل عند وزاره الثقافه هو اللي هيحصل عند الاتحادات لو لقينا اي؟ بس عند وزاره الثقافه في امن في الحقيقه. في امن عند وزاره الثقافه. هم هيكون في امن مش شرط تواجد عند الاتحادات، ومش هيقفوا مع حد ضد حد. يعني هم هيقفوا النص. هم كل مره بيقولوا كده، بس يا رب يقفوا بقى المره دي. كل مره بيقولوا كده وبعدين ايه اللي بيحصل؟ لا ما تفهميش بعد كده ايه اللي بيحصل بقى. حد بيندس، حد بيعمل، لكن احنا ما بنعرفش. في مندسين ممكن تخلي تحصل فتنه بيننا وبين الداخليه، حد يرمي على الداخليه حاجه فالداخليه ترد بالظبط وتقوم الفتنه بينهم. المشكله مش الداخليه، المشكله في الناس الثانيه اللي نازله. يعني انا نازل اتصور هنا 4 يناير 30/6 وقايل من قبل. شباب الحمله في البدايه كلهم مظاهرات سلميه زيها زي اي مظاهره، حتى لو كانت الحمله بس بتدعو على انها جمعت تأييدات كبيره من المعارضين او من الشعب ومن الشارع. هي مش نازله بتقول ان انا نازله عايز اضرب او ان اعمل، واللي حصل قبل كده فالناس كلها اتلدعت منه. حتى ضباط الشرطه نفسهم بيحكوا بده، يعني لما وزير الداخليه نفسه يقول ان انا مش هامن اي احزاب ولا حتى الحزب الحاكم نفسه حزب الحريه والعداله في المقطم. فده يعني ايه؟ ان اصلا كل الضباط اللي موجودين رافضين اصلا الحكم خلاص او الحكومه، فبقى هم كمان بقوا جواهم شحن فبيشتركوا معانا. حتى لو كانت الحمله مش هنبقى مع حد، هم مش هيكونوا مع حد. ده حقيقي، يعني هم لا هيكونوا مع حكومه ولا هيكون ليهم تامين بالنسبه لنا. طب ما احنا نازلين بقى كلنا واحد، ده بيعني ان هم بقى مننا وفينا زي ما هم قالوا. احنا مش بنامن شعب، احنا من ضمن اصلا اللي عايزين وزير الداخليه ولا ولا ولا. انا اصدقائي نفسهم ظباط شرطه بيقولوا لي احنا مش عايزين وزير الداخليه، وزير الداخليه ده اخواني. وكل ما يروح جنازه بيطرد، يعني ده اساس. يعني هو ما فيش جنازه راحه وما اطردش. واخر جنازه للشرطه ابو شقره اللي عملوا جنازه مسجد في المسجد الوجدان الله يرحمه، هدفه ضده مش عايزينك يا مانسي. طب ايه اكتر من كده؟ مفيش منظمه في الدوله عايزاه غير حزب الحريه والعداله. يعني هو ليه قاعد لحد دلوقتي؟ بس مين قصاد الرئيس منتخب وقفت الناس بالطوابير في الانتخابات عشان هو احنا مش عشان سواء عايزاه او ما كانتش عايزه شفيفه انتخابات. تمام، احنا مين بقى دلوقتي وانتوا بتقولوا ان المعارضه ضعيفه وانه حركه التمرد مش من المعارضه، دي حركه مش من الشارع، ان المعارضه حتى اللحظه ما اتفقتش بينها وبين بعض، يعني كانه حقيقي المعارضه ما استفادتش من كل. هو احنا مش عشان عندنا حد تاني، احنا لو مش عندنا حد تاني يقف قدام الرئيس تمام عشان يكسبوا يبقى نسيبه في الغلط. يعني احنا لو ما عندناش بديل ما نسيبوش في الغلط. هل في بدائل مطروحه؟ يعني احنا مش عايزين نفكر في البديل، لان احنا لما شلنا حسني مبارك ما كانش فيه بديل، ما كناش في البديل. فالمفروض الناس تغلط نفس الغلطه برضه؟ لا مش تغلط نفس الغلطه، بس هو الناس يعني اتعلمت يعني الدرس خلاص. الناس اللي ضحك عليها باسم الناس اتعلمت، بس هل المعارضه اتعلمت؟ المعارضه اتعلمت من الدرس. اتعلمت. اتعلمت ايه؟ اتعلمت اللي هم يتفقوا مع بعض. المعارضه دلوقتي اختارت ان هي في بعض حاجات طلعت منها ان هم هيختاروا مجلس رئاسي وهيختاروا حكومه تكنوقراط، ان هي ما تنتميش لاي حد من السياسيين. اول ما مرسي يتشال اساسا المفروض اللي هيمسك رئيس المحكمه الدستوريه في الاول، يعني ورئيس المحكمه الدستوريه هو اللي هتقول لي الحكم، ومجلس رئاسي هو اللي يمسك الدوله. وبعد كده هيحطوا مبادئ للي يكونوا للمرشحين السياسيين، يكونوا خطه يمشوا عليها لتطوير مصر، لمشروع نهضه مصر. بس مين قال السيناريوهات اللي بتتكلموا فيها دي هي اللي هتعمل استقرار اكتر لمصر؟ يعني لا ما فيش استقرار. هو مين قال ان السيناريوهات اللي انتوا تطرحوها دلوقتي دي هتعمل استقرار في مصر؟ لا هو مش هتعمل استقرار، هي فتره معينه. الثوره الفرنسيه قعدت 16 سنه تمام، فهي مش عشان هيحصل مشاكل شويه يبقى نستمر في الغلط. لا، طب ما يحصل مشاكل ويحصل عدم استقرار، بس بعد كده البلد تستريح. البلد في ناس بتقول ان في طرق تانية اقصر وطرق شرعيه اسمها انتخابات
اسمها انك تحشد قدام الصندوق وانك بعد كده تعمل تدخل مجلس الشعب بعد كده تعمل الحكومه بتاعتك. يعني في اليات ثانيه مهما فكرنا فيه مش هيحصل تمام. الاخوان بيعرفوا يحشدوا كويس. الناس نفسها هي اللي بتتكلم. يعني زي ما انا انتخبت محمد مرسي او في ناس انتخبته مش تتكلم قدام الصندوق. لو ما اتكلمش قدام الصندوق هي ما عندها الصبر. هي خلاص كل المشاحنات اللي فيها الناس عموما يعني ايا كان صغير او كبير المشاحنات اللي هو فيها نفسها هي اللي بتخليه يتكلم. تمام. ومفيش بديل فعلا للرئيس وده معلومه. احنا طبعا نتمنى ان يوم 30 يونيو ان شاء الله يعدي على خير. ان شاء الله. وبشكركم. يا نادي مصر بالتوفيق بالحب والدعاء. ان شاء الله يعدي اليوم بخير ويبقى مظاهرات سلميه ونتمنى ما يكونش فيه طرف ثالث. يعني وبدأوا جماعة الإخوان المسلمين يا ريت يعني يتمتعوا بشوية من الوطنية، يحطوا مصلحة مصر الأول مش مصلحة الجماعة ومصلحة رئيس مرسي، مصلحة حزب الحرية والعدالة. أشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل الصداع اللي في كل بيت مصري، الثانوية العامة والامتحانات، بعد هذا الفاصل انتظرونا.